وخلدوا هذه الذكرى الاليمه ديال 16 ماين، وخلدوا هذه السنه بتنسيق مع شركائنا فضاء المغربي الايطالي للتضامن من لننديد مره اخرى ولنذكر حتى لا ننسى الاحداث الارهابيه ديال 16 ماين. وكذلك نعلن التضامن ديالنا مع كل ضحايا الارهاب في العالم. جاي اليوم باش نقولوا اننا لا، الارهاب لا يرهبنا، وخفافيش الظلام لا تخوفنا، واننا سنظل مدافعين على القيم ديال التسامح، قيم ديال المواطنه والايمان بالاختلاف والتعدد، وان المغرب هو مغرب الجميع، مغرب جميع المواطنين ديالو، وان المغرب سيظل منفتحا محتضنا لكل الايادي البيضاء والقلوب البيضاء التي تؤمن بالسلم والسلام. تواجدنا اليوم ليس باسلوب الندبه والبكاء على الماضي، على الاحداث الداميه التي عرفها المغرب بما تعرض له من عمليات إرهابية من خفافيش الظلام، وإنما هو أي تواجدنا اليوم هو تأكيد على أننا في تصدي وتحدي كبير لهؤلاء الخفافيش. نحن لا نقف في عملنا بالمرصد المغربي لضد الإرهاب والتطرف، لا نقتصر على الوقفات الاحتجاجية والوقفات التعبيرية هكذا، وإنما نجتبي ونجتث كل السبل المؤدية إلى التطرف. نحن هنا في هذه الأمسية بمناسبة ذكرى 16 ماي لكل شيء، جميع المغاربة وحتى اللي ماشي مغاربة يعني من دول أخرى كيعرفوا بأن هذه المناسبة هذه كانت مناسبة أليمة بالنسبة للشعب المغربي، لأن هي الذكرى اللي وقعوا فيها انفجارات ومشات فيها أرواح بريئة بسبب الإرهاب وبسبب التطرف. إذا حنا هنا باش نعبروا على رأينا وباش نعبروا على موقفنا من هذه الآفة اللي هي عندنا في البلاد، وماشي غير في بلادنا، اللي هي آفة في جميع الدول، يعني ما كاين حتى شي دولة في العالم كله اللي هي ما مستهاش هذه الآفة ديال الإرهاب وديال العنف وديال التطرف. إذا حنا هنا باش نقولوا بأننا ضد العنف وضد التطرف وضد الإرهاب بجميع الأشكال ديالو، وحنا كمغاربة دائما كنا ومعروفين عبر العالم بالتسامح ديالنا ومعروفين بالطيبة ديالنا، وكنرفضوا جميع هذه الأشكال ديال العنف وديال الإرهاب. نحن نقف مع منظمة الإيطالية المغربية للصداقة والتضامن في هذا اليوم لتخليد ذكرى 16 ماي التي هي نضال مستمر ضد كل الانحرافات الدينية والسياسية والعقائدية وضد الإرهاب والتطرف بكل معانيه، ولنؤكد تعايش المغرب وعراقة تاريخه وحضارته في التعايش السلمي وفي المحبة والإخاء بين الشعوب وبين الديانات جميعها منذ أكثر من 12 قرنا. هذا هو الموقف ديالنا اليوم الذي يعبر عن الموقف العميق للدولة المغربية العريقة في هذا التعايش الديني والسلمي.